خبري يا حلتو، ألف سلامة عليك، تعبان. لا والله يا شيخ، النهارده رحت واحد جارنا رن علي قال لي مرته عايزه، قال دم بتولد تمام وعايزه لها قال كيس دم. رحت اديتها كيس دم. كله بثوابه يا حي. وهم ريح شوي، لانه يا عم عبد ناصر النهارده انت لما بتتبرع بالدم لحد ربنا بيكرمك وبتنقذ روح مريض. ايوه صح، والنفس من احياها فكانما احيا الناس جميعا. والله تقدير يا حج، ربنا قدرك والله. وعملت بيني ما بينك برضو ثواب تاني. ايه خيار الراجل ديت اللي انا اديت مرته دم كان هيطلقها قبل ما تولد. ليه يا ابوي؟ بيقول دمها تقيل. كان دمها تقيل؟ بعد ما انا اديتها لتر دم من الدم بتاعي قال دمها خف، وبقيت كل يوم تضحكني وخلاص مش هطلقها. هو بيني ما بينك يا حج، ما انت دمك خفيف بسم الله ما شاء الله يا حج، يمكن اخف دم في الصعيد. طب روح القى لي نص كيلو كبده كده، ما تعكش في الكلام داخل كده ولا حتى علبه عصير بتقول جايبها للراجل. روح هات لي نص كيلو كبده عشان الدم اللي ده طول هذا. حاضر يا حج. هتقعد تقول لي اخف دم ومش اخف دم عشان ما يدخليش بحاجه.